وهلا حديث البلد مع سولافا معمار. اهلا فيك بحديث البلد. مساء الخير ومبسوطه اني معكم. مساء الخير. نحن كثير وكنا منتظرين هالمقابله من زمان. سولافا معمار، انت ممثله نجمه سوريه، تميزتي بالاضافه للتمكن والاداء الطبيعي بالثقافه والقبول الجماهيري والجمال. رغم دراستك للادب الانجليزي سرت باتجاه حلمك ودخلتي المعهد العالي للفنون المسرحيه، واليوم في برصيدك أكثر من 40 مسلسل سوري وعربي بالإضافة لفيلمين سينمائيين وأعمال مسرحية. سولافا، حصلت العديد من الجوائز المستحقة، واليوم أنت معزبة لبنت وحيدة اسمها ذهب بعد ما انفصلت عن الممثل والمخرج سيف الدين السباعي سنة 2013 واللي كان ضيفنا كمان بحلقة سابقة. سولافا معمار، شبه جمال ذهب بجمال أولاد ممثلي هوليوود بعد ما نشرت صورة بتجمعكم وقلت أنها صارت اليوم عم بتردلك إليك أكثر، بتشبهك بطفولتك بعد ما كانت تشبه والدها أكثر. الهيئة الأضواء بتحبها لذهب حتى لو هي ما بتحب الأضواء وبتقول ما بتحب التمثيل، حسيتيها يعني جاذبة للأضواء؟ من الواضح أنه إيه، يعني لما عم بينزل لها صورة على السوشيال ميديا عم تلاقي قبول فظيع. والمشكلة الأكثر أنه هي بلشت توعى هذا الشيء، يعني بلشت تلمسه. مع انها هي بتضل بتقول انه انا ما بحب اكون ممثله مثلا، او ما بدي اكون فيمس يعني معروفه ومشهوره، بس واضح انه هي عندها هذا الميل بشخصيتها. قد ايه صار عمرها هلا؟ 8 سنين. 8 سنين، هلا بلشنا شوي قربنا على عمر الرفض، يعني اللي بدها اللي هي تستقل فيه عن امها، يعني بالاخص انه هي ما عم بتقلد، هي عندها اختيار، عندها كيانة وعندها شخصيتها. أكيد أكيد. هيدي صورتك سولافا أنت وصغيرة؟ هاي أنا صورتي. مش معقول، شو مهضومة. بدنا نشوف ذهب حتى نقدر نقارن الصورتين. حبيبي يخزي العين، يخزي العين عن جد، يخزي العين مثل أورنيلا موتي، يعني أصلاً أمها أحلى من أورنيلا موتي. مثل مثل القمر، الله يخليها. اسم الله، بعتقد يعني ما رح تقدر تهرب من الأضواء. لما امرأة جميلة مثلك كمان تمتدح جمال امرأة ثانية، حقيقة اسم الله، الله يخليها، الله يخليها. دايما بتتذمر من التمثيل، كمان يمكن جزء منه انه ما بحب التمثيل لأنه عم بياخذك شوي منها من وقت للتاني، يعني عم تضطري تغيبي. اي ما بتحب ابدا، بتزعجها هي النقطة لأنه أنا بنشغل عنها وبسافر وبصور. حتى هلا عمتها مؤخرا عم تعمل دور بسوريا، عم تصور مسلسل أول دور لها. نعم. فكمان انقهرت إنه ليه، يعني إنه كمان عمتي إنه كمان صبا بدها تصير ممثلة، لا ما بدي، يعني رافضة الموضوع مطلقا، لأنه هي المهنة صعبة، يعني صح. بتسحبك من أولادك بعض الأوقات اللي هنا بيكونوا محتاجينك فيها. سولافا، رجعت التقيتي طليقك سيف الدين السباعي بمسلسل بنت الشهبندر. سولافا كانت متزوجة من المخرج المشهور سيف الدين السباعي، واليوم مثلت معه مسلسل يعني تحت إخراجه اللي أنجزت تصويره ببيروت ورح ينعرض برمضان 2015. وصرحتي أنك قبلتي دور ناريمان بالمسلسل بسبب حالة الحب الجارف اللي بتعيشها هالشخصية، الأمر اللي من نفتقده بحياتنا. معقول هالدور يكون أعادك بالذاكرة لحالة الحب القوية اللي كانت يعني حديث البلد بوقتها واللي جمعتك بزوجك السابق؟ لا شك بأنه كان في حب جارف وقتها أكيد، لأنه أنا وقت بيجي هلا بتطلع على شخصيتي وشخصيه سيف، وهذا الشيء اللي انا اخواته مثلا قالوا لي اياه بوقتها، انه في اشياء ما بتزبطوا فيها مع بعض. فانا كنت حبه لدرجه كان ما عندي مشكله بهذا الشيء، وعندي استعداد اتحدى هذا الشيء للنهايه. سوري. ناريمان الشخصيه عندها نفس الحاله، في عندها حب جارف بس هي في حاله شاعريه اكثر من هيك طبعا، لانها ماده دراميه بالنهايه. هي بتضل عم تدافع عن هذا الحب للنهايه، يعني حتى لو كان الثمن كثير
غالي اللي بدها تدفعه من حياتها ومن عمرها وسنين عمرها اللي عم بتروح. وهذا شيء هي في حالة انتظار بدور ناريمان، في حالة انتظار وفي حالة حب مستحيل. بنعتبر انه علاقتكم انت وسيف في الغرام المستحيل، ولا في مجال للعوده يمكن يوما ما؟ هذا الشيء العلم عند الله يعني. صح. نحن منفصلين واخذنا القرار بشكل كثير عقلاني وبناء على معرفتنا الشديده بشخصيات بعض ومن المشاكل اللي عم نعاني منها. وانا بعتبر انه حاله الحب اللي بيني وبين سيف هي انتقلت لمكان اخر، لانه نحن لو ما في اصلا مشاعر صادقه بيناتنا واهتمام حقيقي مني لإله ومنه لإلي ما كنا قدرنا نكون أصدقاء لهي اللحظة. الاسم مرات له علاقة سيف وسلافة سين سين، ما إحنا ما زبطت معنا سين سين. سين 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 هيدا سوريا وسعودية. سوريا وسعودية قلبها على السياسة. لاحظت إنه مش كتير على مود، منا كتير يعني طريقة الانفصال ومتابع الانفصال منا كتير دارجي. هلأ صاروا بيطلعوا على وسائل الإعلام بخبروا خبرياتهم كلها شو صار معهم، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما بخلوا شيء ما بخبروه، هيك دارجي هلأ يعني عم تشتغلي على الطريقة يعني شوي. يعني شوي ديمودي. ايه ديمودي انا بشكل عام ديمودي. يعني ما تزعلي نحن صالحين بحد. رح احاول اشتغل على هالنقطة شوي طورها. شو معنات سلافة؟ حقيقة سلافة الرشفة الأخيرة من النبيذ المعتق. يعني ثمالة الخمرة. آخر آخر واو. عم بيسمعوكي داعش؟ عم يسمعوني يسمعوني. أنا بدي يسمعوني. القليل منه هذا اسم ينعش ال ينعش الفؤاد. هذا اسم أول مرة بسمعها عربي جاهلي، مذكور بالشعر الجاهلي ومذكور بشعر أبو النواس تحديدا. يعني قديش اللي عادة شعراء الكاس وشعراء النبيذ قديش بتعني لهم هيدي الرشفة الأخيرة؟ يعني ما بيعرفوا اسمها. هلا أتعرفوا عليها. هلا أتعرفوا عليها. أسقني قال له أسقني حتى تراني أحسب الديك عمارة. سلافة برمضان الماضي تعرضت لهجوم كبير بسبب مشاهد وصفتها الصحافي بالجريئة بمسلسل ألم حمراء اللي بتكوني أسيرة فيه، واللي أثار الجدل بهالمسلسل مشاهد جلسة التعذيب والدورة الشهرية. من جهتك اعتبرتي الدور بجسد واقع الحياة، وأنه هالمشاهد بتقبلها الجمهور العربي بالأفلام الأمريكية اللي عم تعرض كل يوم أو الأجنبية، ولكن ما بيتقبلها بالمسلسلات العربية. أمتى اليوم تعتبري نفسك جريئة، أو المشاهد العربي بعد بده شوط لحتى يوصل يتقبل هالواقعية؟ هلا الحقيقة أنا ما حسيت بأنه المشاهد العربي كان عنده مشكلة بهذا المشهد، هي جهة واحدة اللي حكت بهذا الموضوع. النقاد بعد منبر النقاد. منبر صحفي، مو النقاد حتى بشكل عام، بالعكس طلع في مقالات مهمة كثير من نقاد عرب وبجرايد مهمة عربية جدا حكت عن العمل وحكت عن هذا المشهد بالتحديد. هي جهة محددة صنف كأحد أفضل الأعمال اللي يعني شهدتها الساحة. هو عمل كثير منيح. نعم. هو عمل أنا برأيي النص بطل فيه. نعم. الكاتبة اسمها أيام مشهدي. نعم. من الكاتبات المهمات جدا، إخراج الأستاذ حاتم علي، في مجموعة من النجوم المهمين. المشهد أنا برأيي المشاهد العربي ما كان عنده معه مشكلة، لأنه الشيء اللي صار بأنه هو منبر محدد. نعم. اللي حكى بهذا الموضوع في غاية كان؟ ما في غاية، في مرجعيات للقصة مثل العادة يعني. إنه بس مو مهم يعني هلأ هذا الحديث، المهم بأنه أنا بلاقي بأنه أكيد مجتمعاتنا في بعض المطارح لسه بيصير عندها صدمة لما بتشوف ممثل عربي عم بيعمل فعل معين بحالة درامية معينة. بس أنا ما حسيت هذا الشيء بهي التجربة تبعيت ألم حمراء بهذا الشكل أبدا. خاصة أنك أنت عم تقدمي حالة إنسانية قاسية. صح. والشكل اللي تقدم فيه الفعل هو يشبه قسوة الحياة بهي اللحظة اللي ممكن يتعرض لها تتعرض للإمرأة يعني بالمعتقل بزنزانة. صح. منفردة. Yeah.
سولافا اليوم عودتك لسوريا من خلال مشاركتك بمسلسل العرب وضعت حد للشائعات اللي طلتك سابقا بانك ممنوعه من دخول بلدك. مين المستفيد من اطلاق هيك اشاعات وليش ركبت يعني لانك ما اعطيتي راي سياسي؟ هلا ما في صار في حاله استقطاب بشكل عام اكيد. نعم. يعني ما كانت موجودة أمام ملايين العرب هي الحالة. نعم. أنا رفضت هذا أني أدخل ضمن سياق هذا الاستقطاب. هلأ مين اللي له مصلحة بأنه يطلع هذا الشيء بأنه أنا ممنوعة من دخول سوريا؟ ما بعرف، ما فكرت الحقيقة بالموضوع لأنه دائماً بيلتقى حدا له مصلحة. صح. بس يمكن لأنه أنا ما طلعت كتير على التلفزيونات بهذيك الفترة وما عبرت عن رأيي ورفضت حالة الاستقطاب وما زلت رافضتها يعني بشكل قطعي لأنه نحن أمام كارثة. يعني نحن جرينا باتجاه حالة الاستقطاب هاي وعم ندفع حقها هلأ أنا برأيي، وإذا ما لنا قدرانين نشوف أنه عم ندفع حقها فمنكون كتير غلطانين. نعم. كسوريين، وبعتقد التجربة اللبنانية بالحرب هي أكبر تجربة المفروض نتعلم منها يعني. صحيح. فينا نقول أنه سولافا اعتمدت سياسة النقي بالنفس. سولافا ام ملحم هلا. سولافا بدنا نحرقسك شوي هلا. نشرت بعيد الحب صوره سيلفي مع الممثل العازب الجذاب قصي الخولي من موقع تصوير بنت الشهبندر وعلقت عليها بهابي فالنتاين، وكثرت الشائعات عن علاقه حب فاضطريت تشرحي انه في صداقه بتجمعكم. طيب سولافا يعني اول شيء انت حلوه وبعدين قصي حلو وبعدين ثاقبتيها على عيد الفالنتاين ما هيك، وبعدين حاطه هالصوره بيناتكم وعم بتعايزي العالم. طيب خالتي يعني شو بدها تتاخد؟ خالتي شو بدي احكمها انا؟ والله يا خالتي انا رح اقول لك شو. هلا نحن على فكره كنا نهاره بالست فعلا، ولما عملنا الصوره من يعني عم نصور فنحن منا منتبهين يعني كنا لانه فالنتاين او لا. وبالاخير حتى لو نحن اصدقاء يعني فالنتاين يعني هو عن الحب بشكل عام. كثير عم بس يا امي ما بتتفسر غير هيك. هلا انا كنت بتخيل انه العالم بيعرفوا شكل علاقتي بقصي، ولو انه اكيد هو شب اي بنت بتتمناه وانا اي شب بيتمناني. اكيد يعني اثنيناتكم جذابين يعني. بس انا وقصي نحن اصدقاء دراسه اصلا وفي بيناتنا عشرة طويلة. لا بقى تلعبي هلا عملاك. طب ليه زعلوا الصبايا؟ انا بعرف معجباته لقصي يكونوا زعلوا. بس لا قصي بكون حرقص فيك كل الصبايا. انا قصي صديقي كثير وبحبه كثير وتحيتنا له على كل حال. بحييه وفعلا انا بحبه من قلبي. وهلا لهم العالم بيحكوا بهي القصه شي 3-4 سنين. يعني يا امي اذا جايك يا عمي وشاف هالصوره وحاطه هابي فالنتاين يعني مش ممكن تروحي نصيب منيح. بس يهجم النصيب ما حدا بيوقفه صدقيني. ما حدا بيوقفه، لكن العلاقه بنأكدها هيدي من حديث البلد انه علاقه صداقه وبس. اوكي ايه تجاوزنا اصلا. نحن ما بعتقد صعب يصير بيناتنا هذا النوع من المشاعر. يعني نحن رفقات دراسه واصدقاء دراسه فمثل الاخوه يعني. في لكم صوره قبل ما بعرف اذا فينا نمرقها هلا على اللاد بمصر. ايه هون قد ايه كان عمركم صغار كثير؟ هي كنا بالسنه الثالثه، كنا عاملين مشروع مع استاذ روسي خبير. نعم. روسي اسمه فيودور وعن تشيخوف وطلعنا عرضناه بمصر بمهرجان المسرح التجريبي. فيعني عمليا شو كنا سنه ثالثه بالجامعه يمكن 20-21. بس اكلتوها نقزه يوم انت. وقتها نقزتنا الزرافه نزلت هيك فجاه على راسي وخفنا ومدري شو. بعدين تصورنا الصورة هيك بشكل طبيعي بس كان عرض حلو. شوفي شو كنا صغار كتير مبينين يعني. بعد في عنا صورة بدنا نشوفها. هذا باسل خياط. هي أنا وباسل خياط. هذه رح تعجبه لنعيم الصورة. ايه ليش بدنا نوضحها اكثر شوي فينا نعمل شي زوم. هيدي مسرحيه هاملت كنتي وقتها بالسنه الثالثه بالجامعه. بالسنه الثالثه هذا كنا عم نشتغل هاملت. كنا هاملت وحلم ليله صيف يعني عم نشتغل فارس وعم ننقل اون ستيج الحاله النفسيه والادائيه للدراما. فانا وباسل كنا كثير التنافس بيناتنا قوي كثير بهداك الوقت بالدفعه.
لدرجة بأنه هون بهذا المقطع بتكون ثسبي عم تنعيه وعم تبكيه بأنه هو مات ومدري شو بقوم. فهو كان أحياناً يوقعني من شدة التنافس لما يكون في ناس حضرانين لبروفا. فمرة أنا ماشي أم هو وقعني، نحن بالسوري بنقول عمل لي زق برجله. قمت أنا لما أجيت يعني. إيه تماماً. قمت أنا لما أجيت على هاي اللحظة، ففي لحظة بشيل البيروكة فيها، قمت شلتها وخنقته هيك، صرت حطها هيك على وشه وأعملها هيك. سلافة من صور قبل لا انت هلا رح نعمل لك هالانترفيو السريع. سلافة معمار وانترفيو انت. سلافة انت مبسوطة؟ لا، بظل كل هال صعب تكوني مبسوطة يعني صعب، في شيء جواتك مأخوذ منك، صعب. صح. أنت ذكية؟ إيه بكل تواضع. لا الحقيقة. أنت ناجحة؟ إيه بعتقد إيه. أنت حبابة؟ حبابة كثير. أنت خويفة؟ خويفة إيه ببعض المطارح. أنت مؤمنة؟ أنت مغرومة؟ ليه فكرت شوي؟ لا نص يعني على نص. إنه عم ببحث عن الغرام لي فترة طويلة، ليه؟ عن الغرام الحقيقي مثل ناريمان وراغب وزيد. يعني مثل المسلسل. إيه عبالي كتير هيك شيء يكون جارف هالقد. هلا إذا في استعداد بيقولوا اللي هو الغرام هو مش دائما الشخص هو الاستعداد. يعني كمان قديش انت عندك استعداد بقى الهيئة الاستعداد موجود، يعني انا حاسه ما بتطول القصه. ان شاء الله الله يسمع مني. خلينا نشوف كريستين توصت فيك عن جد. كارتك كان هي سهل كثير. سهل ما هيك؟ أقول لك رح توصف فيك نفس الشيء؟ ما بتمنى، لأنه شايفة كروت قبل صعبين كثير معك. ما هو حظك نصيبك الهيئة. كريستين انتظرناهم من الغرب فأتونا من الشرق. لا ومبينة من أولها من الأبيض للأسود. قلبت ان شاء الله الكاس كمان ما يكون قلم. ميرسي كريستين. ميرسي. شو مكتوب على كارتي؟ يعني مطلوب مني شيء انا لا اجيده على الاطلاق. اللي هو المطلوب اغنيه يا قضامه مغبره مع الرقصه. وانا ما بعرف غني بس يعني. طب اذا حطينا الغنيه بتعرفي ترقصيها؟ يعني فينا هيك على الكرسي بعملكم اياها وبقول كلمتين. طيب يلا هو كارت خلص لازم خلص يعني كارت جبروك ما جبروك ما في الكارت. بلشي فيها وانا بلحق. ايه بتلحقي. قالوا لي صوتك حلو اصلا. لا بالموسيقى موجوده الغنيه. اه والله. طيب يلا. يا قضامي مغبره ويا قضامي نامي. لا بدك تعمليها بالحركات. يا قضامي مغبرة ويا قضامي نامي، جوزي لما نغبرة كنت بجنبه نايمة، شوف عيني شوف، شوف روحي شوف، شوف عروستنا شو نامي. حلو. أسرع صوت السيد يعني. يا قضامي نامي، جوزي لما